كل المواطنين الجزائريين من أقصاها إلى أقصاها قلوبهم مع ولاية تيزي وزو وولاية بجاية. هاد الهبة الطرمونية ماذا بنا نحافظ عليها، كما نحافظ على الوحدة الوطنية، نتصدى كلنا إلى من يريدون أن يفرقوا الجزائري بين منطقة ومنطقة. هاد أمور ده هو الإجرام في حد ذاته. الشهداء اللي استشهدوا منهم اللي من المنطقة ومنهم اللي ماهوش من المنطقة، منهم اللي من ولاية، كثير من ولاية الجنود الشهداء اللي استشهدوا من أغلب الولايات، وكل الولايات حاولت تساعد بوسائل الإطفاء اللي عندها اللي موجودة عندها، حتى نتاع خواص حاولت تساعد باش تخفف الوطن على أخواتنا وإخواننا في تيزي وزو. إذن حذاري 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 من الجراثيم اللي تحوس تغتنم الفرصة باش تدخل في التفريق. الدولة الجزائرية دولة واحدة موحدة، شعب واحد موحد، من تيزي وزو إلى طمر راست، ومن تبسة إلى تلمسان. الأمور هذه مفصول فيها، ونتصدى بكل وسائل اللي يتاح لنا بها القانون باش نكسر هاد الناس اللي يمسوا الوحدة الوطنية.